Roman, welcome back, guys, in the second semester. I wish you all the best in this semester. أهلا ومرحبا بكم بالسمستر الثاني وأتمنى لكم التوفيق في هذا السمستر. Today we are going to talk about steady and steady state heat conduction. طبعا اليوم راح نتكلم عن ال unsteady heat conduction. فهذا related إلنا لل lecture 5 اللي راح ننزلها على ال Google Classroom. So let us start. فالعنوان الرئيسي للليكتشر مالتنا اللي هي الـ Unsteady State Unsteady or Transient Heat Conduction. ففي البداية لازم نعرف نميز بين الستدي ستيت والان ستدي ستيت كونديشن. طبعا احنا جنرال سبيكينج بصورة عامة قلنا اذا المتغيرات تغيرا مع الزمن معناته هذا ان ستدي ستيت، لكن اذا المتغيرات ما تغيرا مع الزمن معناته ستدي ستيت. شخص المتغير مثلا فور اكزامبل تمبرتشر، مثلا بريشر، فولومتريك فلو ريت، velocity whatever، يعني من ذني اذا تغير مع الزمن فهذا ان ستيدي ستيت. لكن نيجي هسه للهيت ترانسفير، الهيت ترانسفير فلو ناخذ اكزامبل، لو تيك ذس اكزامبل، اوكي، سو اذا عندنا فور اكزامبل عندنا وول، طبعا وول هذا وول، عندنا هذا وول نفس الوول هذا، لكن جينا بتايم زيرو، التايم الاول او let's say 2 minutes whatever 2 minutes for example، جينا قسنا درجة الحرارة هنا، جينا هنا ان T1 تقرأ له 15 degree centigrade مال هذا الوجه، هذا الوجه من هنا جيت قسته لقيت ان تقرأ له T2 تقرأ له 12 degree centigrade. جيت ورا after let's see after 15 minutes زمن، يعني بعد 15 minutes جينا قسنا درجات الحرارة، جينا هذا الفيس لقينا ان T1 مالته تقرا 15 degree centigrade، وهذا الوجه ايضا T2 تقرا 12 degree centigrade. اذا معناته بالزمن الاول وبالزمن الثاني ثابته، اذا معناته الكيوب مال هذا السيستم والكيوب مال نفس السيستم بعد فتره من الزمن يكيو 2، معناته Q1 يساوي لنا شنو؟ Q2، إذا ويساوي لنا Q، وإذا هذا سيستم مالتي ستيدي ستيت. لكن لا، بالكيس معناته نطلع بخلاصة هنا، نقول من أقول ستيدي، من أقول ستيدي ستيت، ستيدي ستيت بالنسبة للهيت ترانسفير، معناته شنو؟ نو تشينج with the time، with the time when at any point، at any يعني everywhere كل مكان، any point within the medium، medium or body. واضح؟ اعتقد very clear. نجي خلينا ناخذ الكيس الثاني. لو ناخذ طبعا هاي خلينا نسميها كيس، هذا هنا كيس 1. خلينا ناخذ كيس 2. خلينا ناخذ نفس الوول يعني هنا. هذا الوول. نفس هذا الوول، نفس الوول اكزاكتلي، ويمجر طبعا، طبعا خلي بالك هنا انه التايم هنا التايم سوري التايم هنا تايم واحد 2 مينت،
وانا اعطيه صفتان اثنين اللي هو 15 مليون كيلو سيستم. فجينا هنا قسنا T1 كانت 15 ديجري سنتيغريد، وهنا T2 ديجري 12 ديجري سنتيغريد. ناقصنا بعد 15 دقيقة جينا للسيستم مالتنا قسنا، خلينا الثرموكابل هنا قسناه طلع لي T1 يقرا لي 12 ديجري سنتيغريد، و T2 هنا تقرا لي 9 ديجري سنتيغريد. إذا شنو صار تغير التمبرتشر وذ تايم، اوكي؟ ان اذر وورد معنى اخر ان الكيو مال هذا السيستم الكيو الثاني هنا معناته كيو 1 لا تساوي لي كيو 2، هاي اللي اقول عليها ان ستيدي ستيت. ف النوت اللي عليها من اقول هنا معناته الان ستيدي او الترانزيانت معناته implies that، يعني اقصد به implies يقصد ان شنو هسه اكو variation، اكو variation the temperature variation variation with the time، بينما هناك بالكيس الاولى ماكو variation with the time، او بين قوسين نقدر نقول هاي المساله يسمونها time dependence تعتمد على الزمن. حلو، فاذا حاولنا قبل ما ندخل بالموضوع انه شنو نطبق بين الستيدي ستيت والستيدي ستيت. زين، نجي للرياليتي، نجي للحقيقه، الحقيقه يعني الريل، انه التمبرتشر مال البودي اي تمبرتشر مال اي جسم ايش بيها؟ فرايز، يعني تتغير مع من شنو؟ مع التايم وايضا شنو البوزيشن. واضح؟ خلينا شلون؟ خلينا ناخذ اكزامبل، فور اكزامبل يعني لو عندنا هسه ريكتانجلر سيستم، ريكتانجلر سيستم ريكتانجلر سيستم بس وات ايفر وول وات ايفر هذا عندنا. فعندنا المحور مالتنا اذا خذينا ريكتانجلر قلنا اكس اذا معناته واي، ريكتانجلر كوردينيت وهذا عندنا الزد. فلو اجي اخذ اي نقطه هنا اي نقطه وات ايفر هير وات ايفر ها، ونجي نلاحظ بالحقيقه رياليتي رياليتي انه تي هي اصلا فاكشن شنو؟ للاكس تتغير مع الاكس وتتغير مع الواي وتتغير مع الزد وتتغير مع الزمن. هاي الحقيقه. من تجي للسلندر راح تلقاها فاكشن للزي والثيتا. اوكي هاي الحقيقه. لكن احنا بالشابترات اللي فاتت يعني بريفيوس شابترز انه احنا فرضنا انه يعني انت حتى تكون انت بريفيوس شابتر تذكرون اشتغلنا احنا فيه انه تي فرضنا شنو ستيدي ستيت، ستيدي ستيت كونديشن معناته انه تي مو فاكشن المن للتايم. نوت اونلي ذيس، مو بس هذا فرضنا، لا فرضنا انه الحراره تنتقل باتجاه واحد، تنتقل باتجاه واحد فقط. قلنا مثلا تي هي فاكشن للاكس او sometimes تي فاكشن المن للزي وتظهر يعني بالنسبه للسنتر او الار، سوري يعني اخذنا الار حتى نكون دقيقين، اخذنا بالنسبه للار. واضح؟ هذا الشيء اللي اخذناه. طبعا البوينت من هذا احنا ليش سوينا هنا سمبليفيكيشن؟ احنا الحقيقه تقول لا انه التمبرتشر هي فاكشن للبوزيشن وفاكشن للتايم، لكن والبوزيشن كود بي اكس واي زي ثلاثه، لكن احنا بمسائلنا بالتمشر ديستريبيوشن مسائل انه خلينا انه الستيدي ستيت شلنا التيرم مال الزمن، وايضا شلنا التيرم مال بقيه الدايركشنات اللي هو الواي والزي. حتى شنو الفكره من سمبليفيكيشن تبسيط المعادله اللي طلعت لك الديفرنشال ايكويشن؟ يعني ايماجن احنا بالسابق الديفرنشال ايكويشن كانت تطلع لنا انه دي تي فاكشن يعني دي تي
partial x ها وتطلع t function x هنا لو انت عندك التايم وعندك الزي فراح تصير very complex very complex so you cannot solve it بهذا الليفل مالتك ما تقدر تحلها ولكن بالليفل ماجستير او دكتوراه يقدر يحلها وبالحقيقه فعلا من سوينا simplification وقلنا t فقط كانت للاكس وتسلسل حصلنا على شنو حصلنا differential equation وحليناها analytical طلعنا الحل سوينا integration طلعنا ولكن مثلا كود بي من تروح ماجستير دكتوراه اذا ما انحلت analytical لازم نستخدم الطرق اللي علمنا عليها صاد الشاب بالنيوميريك اوكي فهذا البوينت زين الشابتر هنا نريد نتكلم عليه انه احنا شغلنا راح ينحصر هنا بهذا الشابتر انه اجي اوجد تمبشر ديستريبيوشن فاكشن للتايم المره اصلا مو فاكشن للبوزيشن بس هذا الكلام ما يصير مبني على شنو اسامبشن الاسامبشن هذا كله لازم اسامبشن انه الاسامبشن مالتي راح تكون الاسامبشن مالتي حتى افرض انه التمبرتشر فاكشن للتايم اكو اسامبشن انه احنا مالتنا راح وي كونسيدر راح نعتبر وي كونسيدر يعني نعتبر انه ذا تمبرتشر تمبرتشر جراديانت تمبرتشر جراديانت يعني توزيع درجاتها او تمبرتشر ديستريبيوشن within salt within salt مع الجسم الصلب شبيه هنا maybe neglected نهمله يعني ما تتغير درجه الحراره ويا من هي البوزيشن بالصوت maybe neglected راح نهمله هاي الابروتش هاي الاسامبشن او هي يسمونها طريقه الصراحه this approach of analysis this up sorry this approach of analysis هاي الطريقة is called نسميها the lambda the lambda capacitance capacitance method اللي هي هاي الفكرة من يمها يعني راح شنو نحصل شنو تي من يمها هاي الطريقة تي فاكشن بالتالي اذا واضح الفكره انه راح نستخدم طريقه او ابروتش اسمها اللي هي اللامد كاباسيتنس ميثود اللي هي مبنيه على اسامبشن انه ما عندي جراديانت دائما بالسولف يعني التي لا تتغير مع البوزيشن التي هنا فقط فاكشن للتايم واضح فهاي الفكره زين من خلال هذا راح من خلال هذا الشابتر راح اطلع تمبرتشر distribution function للتايم ما راح تفيدنا حتى نوجد قد حراره منتقله من الصول المن للانفايرمنت اوكي ذس وان طبعا هاي الانستيد ستيت لها الكثير من الابلكيشن بمن بالهيت ترانسفير بروبلم بالمشاكل يعني بالمسائل مثلا الابلكيشن هاي وين تطبق هاي الميثود مالتنا بالكونشنج الكونشنج يعني التبريد او مثلا الريسبونس اوف انسترومنت نتوجد في تحسب الريسبونس مال الانسترومنت مال مثلا خيال درجه الحراره قد ريسبونس تحتاج له ايضا فيري امبورتنت ايضا عمليه السيطره على الهيت ترانسفير للهوت ميتال اثناء التبريد هاي طبعا كي الكي المفتاح حتى راح تطلع معادن ذات خصائص محسنه هاي فيري امبورتنت Let us finish here and we'll complete later. Okay, thank you so much. Okay.